Salam alaikum, Nes Diel Bâtiment. Soyez les bienvenus dans ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui, elle a dit qu'on a les matériaux de construction ou le matériau radi mtabi ou le béton. Donc, nchoufou le plan les radi khdmouli. Ou le haja, on va définir le béton. Chnou ou le béton. Min bed radi ndouzo, la mise en œuvre du béton. Qu'est-ce que c'est que la mise en œuvre? Il y a la préparation et l'utilisation du béton. Il y a une tradition ou qui fait l'ICML, bien le béton. Mais nous allons dire deux autres, les avantages et les inconvénients du béton. Il y a une chose qui est le mien dans le béton, une chose qui est le mien dans le béton. Ou on va voir maintenant les constituants de béton. Il y a le béton qui est le mien. On va voir tous les mots détail ديالو ou كيفاش نختاروه باش يكون عندنا واحد لو بيتون مزيان. Et par la suite غادي نشوفو les caractéristiques مميزات ديال البيتون ومن بعد نشوفو la déformation du béton. La déformation هي ان البيتون ديالنا ملي غادي يتعرض ولا غادي نطبقو عليه واحد لا فورس غادي نشوفو comment il va réagir. واش غادي يتحمل واش يعني غادي يبقى يعني سوليد اي دور ولا لا هادشي اللي غادي نشوفو في لا ديفورماسيون دو بيتون ومن بعد لا كلاسيفيكاسيون دو بيتون واخيرا غادي ندويو على لو بيتون ارمي لو بيتون اللي تيدخل فيه الحديد داكور دونك غادي نبداو بلا ديفينيسيون كيس كو سي ان بيتون لو بيتون ايت ان ماتيريو دو كونستريكسيون composé d'un mélange de granulats. Tout d'abord, le béton, c'est un matériau de construction. De quoi il se compose? Mnech qui tkoun. Composé d'un mélange de granulats. Les granulats, il y a le gravier plus le sable. Et d'eau agglomérée par un lien hydraulique. Had le lien hydraulique, souvent, tkoun houe le ciment. On y ajoute des adjuvants pour modifier ses caractéristiques. D'accord. Alors, le béton, ou le haja, c'est un matériau de construction. Mnech qui tkoun, mn le granula, mn le ma, l'eau, et le ciment. Chna ou d'or di le ciment ou la colle. Il y a kedjmalina mabin hed le moukouinet. Alors, chnou kenzidou le béton diana, kenzidou li les adjuvants. تقولي علاش نزيدو لي زادجيفون لي زادجيفون كنزيدوهم باش نبدلو في الخاصيات ديال البيتون يعني هاد لي زادجيفون غادي نشوفوهم بلي ديتاي يعني من بعد دابا غادي ندوزو لا ميز اون اوفر دي بيتون الوغ ملي شدينا دوك المكونات اللي هما الغرانولا غرانولا هي الصابل بلس لو كرافي خلطناها مع السيما وجمعناهم بالماء وزدنا عليهم لي زادجيفون خلطنا هادشي كامل درنا لهم ان مالاكساج وكنحطو تنديرو ليه تنديروه في القالب ديالو كنديرو ليه الكوفراج الوغ فاش تنديرو في الكوفراج كنخليو حتى ينشف يعني لا بريز هاد العمليه ديال ان نخليو البيتون ينشف كنقولو دار لا بريز كنخليوه يدير لا بريز داكور الوغ من بعد ملي البيتون ديالنا تينشف شنو كنديرو كنديرو لو ديكوفراج كنحيدو ليه هذاك الكوفراج كنحيدو ليه داك القالب اللي كان فيه وتعطينا هاد لو برودوي فيني تعطينا فوالا نتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو لو بيتون فيني يعني كيعطينا واحد لو بيتون ديرسي كيعطينا واحد لو بيتون يعني سوليد دور الوغ ناشف 100% تولي قاصح اي دور D'accord. Donc, le temps de continuer le béton qui est un temps de cure. D'accord. Alors, le fatra dit que c'est un dursus. Le béton d'Yenna ou la dursus. Donc, on chauffe d'abord la condition favorable pour le dursusement d'un béton. Je nomme Chorot. Le béton a le dursusement. Ou le haja, il y a l'humidité, d'accord, ou la température.
alors le béton ديالنا فاش نديرو ليه الكوفراج ويعني باش ياخد لا بريز ديالو باش ينشف، يعني خاص يكون فواحد الكليما اللي هي فافورابل، يعني ما يكونش عاوتاني ما تكونش لا تمبيراتور تري زيلفي، يعني ما تكونش درجة الحرارة عالية بزاف، سينو ملي غادي ينشف يعني يكون عندنا دي فيسور في لو بيتون ديالنا، البيتون يبدا يتشقق. عاوتاني حتى لو كليما يعني واخا تكون ليميديتي يعني خاصها تكون فواحد اكسبتابل، يعني ما تكونش يعني ليميديتي بزاف طالعه بزاف، وما تكونش عاوتاني لا تمبيراتور طالعه بزاف، يعني خاص تكون واحد الكليما فافورابل. وتالت حاجه هي لو كالم بوندون لا بيريود دو كور، absence de sollicitation d'ordre mécanique ou physique. يعني في هاد لا بيريود هادي ديال لا كور فاش يكون البيتون ديالنا كينشف، ما خصناش نزعزعوه ولا نديرو ليه شي فيبراسيون ولا فهمتي، يعني خصنا نخليوه يعني كالم، يعني ما نقيسوش داكوغ حتى كي ينشف مزيان. دابا غادي ندوزو للفييسمون. هاد لو بيتون اللي درنا حنايا الوغ فاش نشف لينا، الوغ داز العام الاول، داز 10 سنين، مع الوقت مع مرور ديال الوقت كيفاش غادي يولي لنا هاد لو بيتون داكوغ. الوغ هانتوما كيف ما كتشوفو كيولي اوفراج التيري، التيري هي ابيمي، يعني الحاله ديالو كدهور يعني الى الاسوأ، ما كيبقاش كيف ما كان في الاول. شوفوا كيفاش كان في الاول، شوف دابا لا فورم ديالو كيفاش ولات، يعني ديفورما داكو، وحتى شوفوا هاد حتى لي غرانولا بدات كطيح منه. الوغ ولا لينا لوفراج ديالنا ولا التيري. دونك بور اتر دورابل ان بيتون دو، يعني باش هاد لو بيتون ديالنا يدور لونطو يبقى معانا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال السنين، ها شنو خاصو يكون، ها شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه اتر بيان كومبوزي، يعني دوك المكونات اللي قلنا يعني يكونوا يكون بيان كومبوزي كوريكتومون مي اون اوفر، يعني نستعملوه يعني استعمال يكون صحيح، لابليكاسيون ديالته خاصها تكون صحيحه، بروتيجي دي كوز بوسيبل دالتيراسيون بار دي ديسبوزيسيون كونستريكتيف اديكوات، نحاولوا ما امكن دائما يعني نتفاداو اي حاجه غادي تسبب لينا يعني في لالتيراسيون ديال البيتون. دابا غادي نشوفوا لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دو بيتون. غنبداو بلي زافونتاج دو بيتون، اول حاجه شنو قال لك هنا، الي بو كوتو، يعني لو بيتون يعني ما كيتقامش غالي، يعني رخيص شويه، facile à fabriquer et nécessite peu d'entretien. Facile à fabriquer يعني في التصنيع ديالو ساهل، et nécessite peu d'entretien يعني ما كيتطلبش بزاف ديال الصيانه. Il épouse toutes les formes qui lui sont données. يعني البيتون اللي درناه في اي كوفراج يعني كياخد داك الفورم ديال اللي عطيناه، درناه مثلا في حد كوفراج سيلندريك عطينا الفورم ديال سيلندر، الا درناه فورم ديال كوفراج كان ريكتانغولير يعني كياخد الفورم ديال الكوفراج، اي فورم درناها ليه حتى ياخدها. ثالث حاجه il devient solide comme de la pierre، يعني هادي راه مفهومه، يعني تيكون سوليد يعني دور. correctement utilisé il dure des millénaires، الا حنا استعملنا استعمال صحيح يعني كيبقى معانا بزاف ديال الوقت، il dure des millénaires يعني تيبقى معانا ملايين السنين. il résiste bien au feu et aux actions mécaniques usuelles، يعني تقاوم العافيه في حاله الا كان شي حريق. ندوزو دابا لي زانكونفينيون دو بيتون. اول حاجه son poids propre élevé، الحجم ديالو كيتزاد، sa faible isolation thermique، ça veut dire بلي ان البيتون ما تيعزلش لينا الحراره، في الجو بارد غادي يدخل لينا البروده، في الجو سخون غادي يدخل لينا الحراره، يعني غير عازل للحراره.